موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع من الصفر للحلقه الاخيره. نعم الحلقه الاخيره. فقبل ما ابدا مقطع لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، هذه الاشياء مهمه جدا جدا ودائما اذكرها في كل مقطع، لكن الاغلب ما يسويها. فاغلب اللي يشوفوا المقطع الحين ما اشتركوا، فوق 50% ما اشتركوا. مو بلازم لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات. إذا نزلت أي مقطع يجيكم إشعار. بالحلقة اللي راحت سألتكم قلت وش تبوني ألعب بأي سيارة في الحلقة الأخيرة، واللي يسأل وش بيصير كسلسلة جديدة راح نبدأ من الصفر لكن ماوس كيبورد. نعم ماوس كيبورد، راح نتعلم معكم، راح نجيب العيد معكم، راح تضحكون، راح نتنرفز، كل هذه الأشياء. طبعا أنا دائما أخلي آخر مقطع حلقة 20، دائما أسوي كذا، أن أشوف ال 20 حلقة مناسبة لأي سلسلة أن ننهيها بهذا الرقم. خلاص كفاية يعني، نبغى شيء جديد، فهمتوا؟ ماوس كيبورد منها ان نغير شوي في القناة، ان نحاول اني انوع، لكن مو بقاعد تضبط معي صراحة. لو تلاحظون اخر 5 مقاطع 2 منهم روكت او 1 منهم روكت بس، والباقي كله فلوق المعرض، قصة المعرض، قاعد احاول اني انزل فيفا لكن صورت مقطع ما ضبط كنسل بس خلاص. عموما خلونا نختار دومينوز. قبل ما ابدا مقطع حبيت اقول لكم بس اللي يبغى يشتري كريدت عندكم موقع روكت ليج اكستشينج، كريدت عنده مرخص من اللعبه. فاذا شفتوا هذا المقطع غالبا في نفس اليوم راح اسحب واختار الفائز بالبي ام في المقطع اللي راح. اللي ما شاف المقطع اللي راح عاد ايش سوي يعني، ما فعل زر التنبيهات ولا اشترك. بين فتره وفتره لازم اسوي جيف واي زي كذا. كود في اس ال اذا بتشترك روكت ليج اكستشينج، كود في اس ال راح يخصم لك والكريدت عنده مرخص من اللعبه. كود في اس ال في الايتم شوب جدا مهم انك تحط اي كود، سواء كودي ولا كود اي احد، فلا تمشوب لانك راح تفيد صانع المحتوى هذا. ودي العب بالبي ام هنا بس لعبنا فيها في المقطع اللي راح، فخلونا الحين ندخلكم 2v2. اصبروا رانك وشو شامبيون وند فيجن 3 تقريبا نفس حساب الثاني نفس. الامانه صرت احب الدومينوز، نزلت فيها مقطع حساب الرئيسي الدومينوز باذن الله بينزل لكم بعد هذا المقطع بكم يوم. يا ساتر البنجليه، بسم الله. اوكي نايس، هذا خوينا بيخش ولا مو بخاش؟ تكفى يو، نايس شوت، نايس شوت يا شيخ، والله على بالي اطلعها، ما ادري ايش صار هنا. يو والله كادت دي صار. تكفى لا 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 لا، خوينا يلخم، ما ادري بيطقها ولا مو بطاقها بس اوكي. صراحه غلط اني تركته زي كذا، اعطيته مجال نفس الوقت جت العيد. ناخذ البوست عنه، والله نايس نايس. انا ما ادري ايش طفني هنا، شوف كيف، وهذا شطف الكوره، ما ادري ايش صار بس هو جاي هدف. يا ساتر، سيارتي دخلت في سيارته، يا الكذب، الله كذب. نايس يا خوي، اسيست. لا 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 لا، اوكي بيطقها الثاني، تيك ذا شوت، حاول نرجع ناخذ البوست اللي هنا. اوه نايس خوي، والله ناشب لهم، كفو. يبغى البوست هنا، ما فيه، كني اعطيت الكوره، كني ضبطت الكوره يا ابني، ابغى اصدم انا. والله خوي نكبه شوي، الله يهديه. ما عليه ما عليه، امشي. اوكي بشوت ثاني، يوه الحمد لله. يا ساتر، وش الحشر اللي حاشرينا فيه؟ تكفى؟ اوكي، وين جاب العيد؟ يا ساتر، تكفى؟ لا يا شيخ. ايش هو؟ والله حاولت اني ادف يا خوي. تكفى؟ نايس شوت، والله اسطورة، الله اسطورة، مشى فيها مشي، يا ساتر نايس. شوفوا التايمنج هنا، يوه اوه، انا جبت عيد بالنطة اصلا من البداية يعني. لا 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 لا، خوي خوي خوي، نو بروبلم. انا ما ادري ايش كان قاعد يسوي يعني، طقت الكورة. طيب تركت عليه، حرام عليك، انا ما ودي انهم يعدلوننا بس. اوكي جول، كريت بس. اوه ايش هذا؟ رش امي. طيب والله يخرشني، يوه توش في ذا نظام تروفيات شيء جديد في بيج جيمز. لا لا لا
يا رب يفهم. اوكي. اوه كريت باس. هو توقع اني اطق طقه ثانيه ولا ايش ما ادري. خلينا نشوف. اوكي اللخم. جي جي والبليد اول جيم. الحمد لله ما باع بالفشل الحمد لله. طيب خلي الكوره اصبر. يا رب جيب هدف. نايس. والله خش في وجهي خشه لخمني صراحه. يعني استغل الفرصه يعني مو بزي بارد. لا يا خوي لا 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 وش هذه؟ لك والله لك حرام يا عيني عيني الطقه. تكفى روح حرام عليك يا اخي. والله اعطيت الكره مره. والله ذا مستقعد مره شادها. حلوه تيك ذا شوت. والله اقول لكم شاده ذا مره. لا الله يا شيخ. نايس نايس. شوف الطقه كيف جت جامده. والله جامده. ووب طقتين مع بعض. اوكي هذا مأفك. نايس شوت. أفك عادي عادي نعوض الجيم قبل شوي. نايس شوت. والله يا سويت له فيك هنا. اوكي انسحب. اديني الفورفيت اديني الفورفيت. هذا كان مأفك هذا اللي مخرب عليه. جي جي والبليد. والله والبليد. اعطيت الكوره ما 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 ادري ما لا تسليش. نايس شوت. ايش هو الحمد لله. تكفى هدف. اوه لا تكفى لا تجي بعيد. حلو البلوك. حلو حلو حلو. هدف يدرس. والله توقعت اني بكملها لكن جت هدف الحمد لله. ايوه نقش. كم شوت خويه. اوكي صاير يا اخي. هذا هذا الراندم هذا الراندم كذا عبيطين. والله عبيطين. جي 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 عبط. الفرق واحد يا اخي. انا لو معي ذا اوف يا النرفز اللي بتصير. أوف. بسم الله وديني. اوكي هذا هدف ان شاء الله. اوكي نايس شوت. ناوي اصدم الخصم. والله ناوي اصدمه. كريت باس. وين رايح ذا؟ والله راندم غريب. انسحب. اوكي ايش سالفه؟ نايس شوت. جي جي اخيرا في الجيم يا شيخ. الله وش ذا الجيم يقهر. والله يقهر مره. هدف. اخ الحظ. كريت باس. تكفى يا اخي فكنا من توكسيك يا شيخ. اوكي احس انه مستحيل نفوز. هذا اخوي مستحيل يعني. يلا شوت. لا مو بينا. نايس شوت. كويس اني فيقت. نايس شوت بس ايزي. شفت كيف؟ يا اخي توكسيك هذا ما نبغاه. توكسيك على هدف واحد على طول. كريت باس. اديها شوي اديها. اخ والله العظيم بغيت اصد التكه يا اخي. يلا هدف. نايس كريت باس كريت باس. والله اني خفت انه يصدمني. لو تلاحظون بغى يصدمني الا لحظه. شوفوا كيف اخرت عنه. اوف امشي. نايس يو كلوز ون. لا يا خوي تكفى تقدم معي. تكفى تكفى الله يخليك. جي جي يا شيخ حرام. والله حرام. يا رب يا رب جيم جميل يا رب. انت نرفزت ما فيه كفايه. تكفى حلوه ترى ما كانت المرمى حلوه. اوكي ازون خوينا صدمني ولا مين راح صدمني. جاي بالعكس خوينا. اوكي كريت باس. والله كريت باس. والله خفت انه يبلك نفس الوقت كذا. ودي اجيب هدف ما ودي ودي ما ودي. يا لك
اووووو شطفة. اوه يا لك اوكي يا ساتر. هني سويت فرفت سبحانك ربي، توني سويت فرفت قبل هدف واحد خمسة، يعني ليتنا قادرين نهجم، ليتنا قادرين نسوي شيء. تناغم صفر. يا ساتر السيف. هانك هذا اللي اسمه دام، هو اللي فجرني. نوريه اللعب. لا والله ما نويت اني اصدم قسم بالله. ريت باس. الله اعطاني باس جميل وبغيت اضيعها بس الحمد لله. روح يا خوي صدمت لك. روح صدمتك الثاني. روح خوينا انصدم. روح والله ناوي افجر قسم بالله، ما نويت شيء ثاني. نو بروبلم. انا منقر اني ابغى افجره. شلون ما تفجر يا اخي؟ مرتين عندك كذا. سبحانك ربي ما في تفجير ليه؟ امشي. اكفى روح. ما تعطي كذا، ما تعطي كذا كوره. جريت باس. خل التفجير ينفعكم، خل التفجير ينفعكم. والله نقدر، والله ايوه اوكي. يا ساتر ايش صار؟ ايش والله قلت خلاص بتمر. جي تعادل. قاعد يخرب على خويه هذا. لا يا خوي لا 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 لا. ليه؟ نو بروبلم. اوكي الله حرام اقسم بالله. شوفوا الوقت. يعني قاعد يطقون يا اخي، انا اتفاهم معهم يا اخي. حرام اقسم بالله. لا تكشات على المرمى تكفى. يا عيني يا خوي. فاهم. اخذ بوست عنهم. نايس شوته. مو بجول. اوه كادت. نايس. الله نايس. قاعد يخرب على خويه. لا جاب العيد. تكفى. نايس شوت. يا ساتر يا الجيم. بس هاك مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم. يا ريت تفعلون زر اللايك واعطوني رايكم حماسكم. هل متحمسين لسلسله جديده حقت الماوس كيبورد؟ منها ان نتعلم، منها ان نشوف وش شلون كذا الناس يلعبون ماوس كيبورد، لان جربت والله صعب بشكل مو طبيعي. لايك اشتراك فعل زر التنبيهات. كود في اس ال في موقع روكت ليج اكسشينج، كود في اس ال في الايتم شوب سواء فورتنايت سواء فروكت ليج. يعطيكم العافيه وانا اراكم على خير في امان الله. سلام.